معكم حتى للحداش في الرادار. موضوعنا يهم الأدوية، يهم رقمنة المعطيات ربما المتعلقة بالأدوية. نرحب برشا بسي لطفي العلاني المدير العام لمركز الإعلامية لوزارة الصحة. سي لطفي العلاني أهلا وسهلا ومرحبا بك. شكرا، مرحبا بكم على الاستضافة ومرحبا بمستمعي إكسبريس إف إم. مشكور جدا على التدخل معنا سي لطفي العلاني. سي لطفي العلاني، نعرفوا بطبيعة اللي الدواء يعتبر من القطاعات الاستراتيجية في تونس، يعتبر وتعتبر أيضا بلادنا من الدول المعترف بها عالميا في تصنيع الدواء، حيث أنها تصدر عديد الأدوية نحو 26 دولة إفريقية وعربية وأوروبية. لكن اليوم ربما رقمنة المعطيات الدوائية يعتبر ضرورة حتمية. كيفاش باش نبداو هالمشروع المهم برشا، وقتاش يمكن ربما أول تجربة مرقمنة؟ أول حاجة نشكركم. أما نحن في رقمنة الأدوية عندنا مدة، وتوا وزارة صحيح توا الفترة هذه كوزارة الصحة من أولويات الأولوية هي الرقمنة بصفة عامة ورقمنة الأدوية بصفة خاصة. هذه من التوجهات الثورة القريبة الاستراتيجية اللي حددتها الوزارة في القريب العاشر. نحن عندنا برشا تطبيقات تخص رقمنة الأدوية على مستوى القطاع العمومي، وخاصة نحن وقت نحكيه على الأدوية أول حاجة نجم نقول نحن كمركز إعلامية وكصيدلة مركزية وك صيادلة في الهياكل العمومية، اثناء عملنا حاجة هامة برشا اللي هي حددنا ليمونكلاتور نتاع الدوايات. اي نحن اليوم ما معناه 3583 مونكلاتور سي حاضرين مريقلي يخدموا على معناه موجودة، وهذا مجهود انا نعتبره من اهم حاجة، خاطر ما نجموش الرقم وقت في دواية يسمى على زوزة ثانية ولا ثلاثة ثانية يسمى بالمولوكيل. الرقمنة هي متابعة لازم لا كوديفيكاسيون تكون صحيحة. باهي. وهذه هي المشاكل بصفة عامة نتاع الرقمنة. اليوم عملنا في الخطوة هذه نجحنا فيها، وهذه مش يخلينا نزيد السيستم نتاع النيميريزاسيون على ليشيل ناسيونال اللي نحكي على ليشيل سيرتو لي زو بي اس وفي عشير وفي عشفي يتمم ويولي معناها اونيتمون يولي بلو افيكاس. نحن نجم نعطيك تجربه، نحن عندنا تطبيقات هنا نستعملوا فيها برشا معناها اونيفو او بي اس ولا هاشير. عندنا تطبيقات مثلا اللي وصلنا في عن طريق المستشفيات الجامعيه يعني لي زو بي اس 100% يوتيليزي، معناها نسبه الاوتيليزاسيون نتاعهم. وشو الهدف نتاعها هذه كيما الاستكامات ولا حاجه، هي التصرف في مخزون الادويه. اليوم مدينة موجود وعندنا تطبيقات اخرى كيما الجين، اسميها الجين هي بالضبط، هي المنظومه هذه تخلي او تسهلها ما نتكلمش صعيب برشا. الدواء يولي ما عادش يمشي للسيرفيس بيدو، يمشي للمريض يعني مباشرة معناها للدكتور. تنزيد نفسر لك، يخرج الطبيب يعمل الاوردونونسمون نتاعو، يعمل الاوردونونس يحطها الدواء يخص المريض هذا ويحدد له زاد، يقول سيدي باش ياخذ اربع حرابش. اي الفارماسيان يراكب يلقاها عنده قدامه ويحدد له الاربع حرابش ويبعث ويعطيه الاربع حرابش، ما يعطيهوش 10 و20 والدويات تمشي. وحاجه اخرى هذه عندها نتائج كبيره اللي حتى على صحه المريض، خاطر ما تعرف زاد اللي تحدد له الدواء والعدد والنسبه هامة برشا بصحة المريض، مش هو هذا مما لا شك فيه سي لطفي العليني تدعيما لكلامك. ربحنا فيه 40% معدل ما يقارب 40% يعني يكون هناك زي ما دي بيرت في الدوايات. تدعيما لكلامك كنت باش نقول انه راهو مجموعه من التوانسه بتبيعة ما نعموش انه كي ياخذ باكو دواء فيه 30 حربوشه ويستحق منها حتى العشرة معناتها ما نعرفش 10 حرابش، فما برشا عقليه عند التوانسه برا مده اخرى يعاود يستعملك اذا تقلق ينجم يعاود يستعملك بقيه الباكو هذاك. صحيح بالضبط، هذا هو هذا اللي معناها بخلاف زاد صراحة هذا التطبب الذاتي برشا ما عاد يمشي لاي انسان اخر. اي هذا التطبب الذاتي اللي فيه برشا محاضر. الشفافيه ولات واضحه. هاني قلت لك انا في مستشفيات عندنا السنوات هذوما
ما فطنه فما في ما نجمش نسمي فما مستشفيات فطنه فيها حتى 40% من لوغان معناها وصلنا فوق 50% فما مستشفى 50% دوغان الفلوس اللي كنا نصرف دينار ولا نصرف 500 ولات البيدجي اللي مجعول للميديكامون ولا يزدي العام كامل والهدف نتاعو هي بالضبط المتابعه الدواء اللي وصل للسيد المعني بالامر يعني للمريض مش ماشي للسيرفيس والسيرفيس هاو وكذا وعندنا تطبيقات اخرى زاده تو نحكيو فيها كان نحب مازلت سيدي زاده تخص كيما عندنا مثلا الاكسيس اللي هي التصرف كل ما هو مستلزمات طبيه وتعرفوها المستلزمات الطبيه غاليه برشا صوند ولا حاجه تكلف دي ميديا اليوم سهله باش واحد حتى يهزها ومازال ما عندناش متابعه فيها وكل شيء اليوم ولينا نتبعوا فيها ولات بصراحة معناها نتائج هو الدو يعني كوزارة ولينا انفستيسمون كبير انا نجم نقول لك اليوم عندنا ان بروجي تو مشى لتجهيز المستشفيات من كل ما هو وسائل اعلامية وكل شيء ما قيمته تقريبا 20 مليار به مهم جدا تو شيء قريبا قريبا باش نبداو معناها باش نبدا قريبا بما معناه سي لطفي العلاني قريبا وقتاش؟ باهي قريبا نحن عندنا هاني قلت لك مارشي شنو نحن عندنا تو نستعملوا اما تو مثلا ما نجمش انا نقول تجيني نعممها في جميع المستشفيات وما عنديش بي سي ما نجمش قريبا يعني سي اموا دو موا معناها شهرين اخرين تقريبا في التعميم مثلا الجين اللي هي تو عندي انا النسبه نتاعها نجم انا نقول لك تو لابليكاسيون الجين في الليوزوبيات عندي 100% ولكن في معدل 85% عندي معدل 85% باش تتعمم يلزمها يلزمني في اخر السنه هذه كلها تكون معممه. واضح احنا كي نقولوا رقم انا التطبيقات لازمنا نعموها وفما حاجه اخرى اي تفضل فما اليوم حطينا على ذمه الادارات المركزيه منظومه سيبا شنو هي هذه؟ سيستم دو بيلوتاج الهدف نتاعو هو يعطي يعني يعطينا كلوحه قياده لمتابعه مخزون الادويه كيفاش؟ يتبع الدواء هذا مازال الدواء هذا عندي وهذا جاتني اليرت فيه وش معناها متابعه مخزون الادويه؟ هي بالضبط الهياكل الصحيه يلزمها تعرف وقتاش الدواء هذا مكيوفه وقتاش بالضبط اش مازال وقت ثم زاد يولي دواء بريمي ثم مشكله في الدواء بريمي وتلقاه عنده هو في السبيطار ستوك عنده مسهل عنده اربعه باقوات وسبيطار اخر ما عندوش وهو ذا قرب يوفى بريمي نعمل عمليه تحويل به يعني الهدف هو الكل هو الهدف هو الميريزاسيون هي الهدف نتاعها الحوكمه الهدف لا جوفرنونس وقت نحسنوا لا جوفرنونس تتحسن النتائج وبصراحه فما نتائج في الادويه بالذات يمكن الموضوع طرحته في السنوات هذه عملنا جوفرنونس تقريب نجحنا فيه ولينا نجموا نربحوا تقريب 40% معدل 40% من البيدجي في الدويات إذا ربحنا 40% من الميزانية المخصصة من 2 مليار من الميزانية المخصصة للأدوية معناتها اللي كانت ربما تهدر تمشي هباء منثورة خلينا نقولوا الهدف من الرقمنة قلنا تحسين الجودة قلنا أيضا حاجة مهمة برشا والشفافية وأيضا موضوع مهم برشا سي لطفي علاني اللي هو الرقمنة ربما أنت تشاطرني رأي أنها ممكن أنها تسرع في عملية منح الرخص لتصنيع الأدواء مما بتباع كما قلت نجم يساهم في الشفافية التامة في كل المعطيات المتعلقة بالقطاع هذا. عندنا برشا تسمع فيا؟ اي نسمع فيك سي لطفي. عندنا نحن عندنا مثلا تو بروجي كبير يسمى الصحه. أي. هو زاد هو شنو بالضبط هو النيميريزاسيون تاع سيستيم دانفورماسيون تاع لاجونس دي ميديكامون. اي. هذا زاد مش يبدا تو في الديفلوبمون. تو نحن في الديفلوبمون وفيه بارتي اللي هي التراخيص معنا لا ديما توسكي لا 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 ميم لا ميم توا ولات اوتوماتيكمون معناها مش تولي اون ليني توا ديجا نعملوا في لي تيست توا بيريود دو تيست
يولي هنا حتى الامام يولي سهل الامام نتاعو ما عادش يجي ويقعد يستنى ومشاريع ودويات. هذا بالضبط الهدف نتاعو هو الشفافيه، مش اللي يجي فما دينار اون دوا ريسبكتي الماكينه تعطيك الامام سلون دي ريغلو بريالابل ديفيني. واضح، مشكور جدا سي لطفي العلاني المدير العام لمركز الاعلاميه لوزاره الصحه. معطى مهم برشا، 40% تقنيه او رقمنه المعطيات الادويه يساهم في خلينا نقولوا 40% نربحوهم من ميزانيه الادويه، ما تصيرش هكا الدويات اللي ربما تمشي معناتها هدرا والا ما نستحقوا لهيش، وايضا زاده حمايه لصحه المرضى بشكاكه ياخذوا اللي يستحقوه واللي موجودين على الوصفه الطبيه. مشكور جدا على تدخل معنا الحوار كما تلقاه على قناة يوتيوب إكسبريس أف إم. من بعد شوية نذكركم موعدنا الخ...